ولاحظوا أن كثيرا من الناس يذهبون للحج وهم لا يعرفون أحكام الحج ولا يعرفون الفرق بين القران والتمتع والإفراد، فما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. يجب على من يريد الحج أن يتعلم أحكامه، إما بالقراءة إن كان يحسن القراءة، أو بأن يسأل أهل العلم عما يفعله في الإحرام وفي المناسك، يسأل أهل العلم. وإذا رافق جماعة وحج معهم وفعل مثل أفعالهم فلا بأس بذلك، لأن هذا يعتبر من التعليم العملي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.